معلومة تهمك. معلومتنا النهاردة عن مرض خطير بيصيب الطيور بصفة عامة والطيور الداجنة بصفة خاصة. معلومتنا النهاردة عن مرض أنفلونزا الطيور. أنفلونزا الطيور هو مرض فيروسي بيصيب أغلب أنواع الطيور وبالتحديد الدجاج والبط والديك الرومي، وبينتمي لنوع الأنفلونزا A وبيشبه فيروس الأنفلونزا البشرية، بالإضافة لأنه فيروس متحول بيغير تركيبته بين فترة والتانية، وبتعتبر الطيور البرية هي المخزون الطبيعي لهذا الفيروس. للإصابة بالمرض بعض العلامات: بتختلف العلامات بعاملين، عمر الطيور ونوعها سواء كانت البياض أو اللاحم. أولا بالنسبة للبياض، بيكون الخمول ونفوش الريش وقلة الشهية وانخفاض في إنتاج البيض، والبيض بيكون من غير قشرة وبأحجام مختلفة. كمان أحيانا بتظهر أعراض انتفاخ في الرأس أو العرف أو الدليات أو المفاصل، وإفرازات مخاطية في الأنف، والإسهال المائي المائل للون الأخضر، وأحيانا الموت المفاجئ للطيور. أما عن علامات المرض في الطيور اللاحمة فهي خمول وقلة شهية، زيادة في عدد الوفيات من تاريخ ظهور المرض، انتفاخ في الوجه، علامات عصبية زي التواء الرقبة والترنح أثناء المشي. أما بالنسبة لنقل العدوى بين الطيور، بتحمل الطيور الفيروس في أمعائها بدون أن يسبب ليها أي أذى، ولما بيظهر عليها المرض بيخرج الفيروس مع البراز، وأيضا في شكل إفرازات من الفم والعين، وبتنقل العدوى من طير لآخر عند مخالطة الطيور السليمة بالطيور المريضة أو التعرض لإفرازاتها أو ابتلاع أطعمة تلوثت بالفيروس أو عند ملامسة الأسطح الملوثة زي الأقفاص أو سيارات النقل، وحتى العاملين في مزارع الدواجن هم وسيلة فعالة لنقل العدوى من مزرعة للتانية. أما عن نقل العدوى من الطيور للإنسان فهي كالآتي: بينتقل الفيروس للإنسان عن طريق الهواء الملوث اللي بيحمل مخلفات الطيور المصابة، أو عن طريق الأماكن والأدوات الملوثة بالفيروس. ولحد النهاردة ما حصلتش أي إصابة بسبب أكل اللحوم أو البيض، وما حصلش كمان نقل عدوى من إنسان للتاني. أما بالنسبة للناس الأكثر عرضة للمرض فهم ربة البيت اللي بتربي الدواجن، وهي بتكون أكثر عرضة للمرض أثناء تنظيف الحظيرة أو ذبح الدواجن وتنظيفها. العاملين في مزارع الدواجن كمان هم أكثر عرضة للمرض: الأطباء البيطريين والعاملين في المختبرات للبحث عن المرض ده، وكمان هواة صيد الطيور وخاصة المهاجرة. أما عن أعراض المرض على الإنسان، مرض أنفلونزا الطيور بيشبه مرض الأنفلونزا اللي بيصاب به الإنسان العادي، وأعراضه هي الحمى أو السخونة، السعال، احتقان الحلق، ألم في العضلات، التهاب الملتحمة، الإسهال، وفي الحالات الحادة أو الشديدة بيكون في ضيق في التنفس والعرضة لالتهاب رئوي، وده من الممكن أنه يؤدي للوفاة. وأوضح العلماء أنه مفيش معايير بيقاس عليها أعراض المرض بالنسبة للإنسان. أما بالنسبة للوقاية من المرض فهي وقاية الدواجن والمزارع والوقاية الشخصية. أولا وقاية الدواجن والمزارع: بتتم وقاية الدواجن والمزارع من خلال المراقبة والترصد من أجل الاكتشاف المبكر للمرض بين الطيور، منع رحلات الصيد البري لهواة الصيد، وكمان منع نقل الطيور بين المزارع المختلفة. كمان ممكن نقي الدواجن والمزارع من خلال إبعاد البط والدجاج عن الطيور التانية لأنهم أكثر عرضة للمرض. عدم تربية أكثر من نوع من الطيور في نفس المكان لمنع التزاوج وظهور فيروس ثالث أكثر ضرر. وضع الطيور الميتة في أكياس وإعدام الحية المصابة منها بالفيروس، ودي لازم تدفن بعمق كبير أو تحرق في نفس مكان الإصابة. وكمان من سبل الوقاية التخلص من البيض والسماد والأعلاف وكل ما يتصل بتربية الدواجن في المكان المصاب بنفس الطريقة. كمان ممكن نحظر استيراد الطيور الحية والمجمدة ومنتجاتها من الدول المصابة بالمرض،
وممكن في حالة ظهور المرض اننا نتخلص من الطيور الموجودة في المكان وتطعيم الطيور التانية. وكمان لازم نطهر المزارع والحظائر بالمحاليل المطهرة زي الفينول والأمونيا وحاجات تانية غيرها، وده بيكون لمدة 6 شهور على الأقل مع العمل بجميع الاحتياطات السابقة. أما بالنسبة لوسائل الوقاية الشخصية أو وقاية الإنسان، لازم الالتزام بقواعد حفظ الصحة العامة من حيث الحرص على نظافة الإيدين والجسم، وكمان الحرص على نظافة البيئة المحيطة. كمان ممكن نهتم بنظافة المأكولات وعدم أكل لحوم الدواجن والبيض غير المطهو جيدا. عند الشك في إمكانية العدوى في الدواجن بينصح بعدم ملامسة اللحوم أو عدم تقطيعها بدون قفازات. كمان لازم نتجنب الذهاب لأسواق الدواجن والأماكن اللي بتوجد بيها الطيور بكثرة. لازم نلبس الكمامات والقفازات والجاكيت الواقي والنظارات الحامية من انتقال العدوى. مصر دولة حباها الله وذكرها في كتابه العزيز، وهي كنانة الله في أرضه. مرت عليها كتير من الأزمات، وبيعد مرض أنفلونزا الطيور من الأمراض اللي يمكن القضاء عليها بسهولة إذا اتبع مربي الدجاج التعليمات السليمة للوقاية من المرض. حمى الله مصر وعافاها. وبكده تكون خلصت معلومتنا النهاردة. استنونا بكرة ومعلومة جديدة تهمك.